هاي الحرب يمكن هاي مو حرب حقيقية. الحرب هي انك تحارب شي شايفه قدام عيونك، مشان هيك بدك ترجع لهداك اليوم، بس بتهجم على اليوم الثاني وانت معتبر اليوم اللي قبله مانو موجود، لانه الربح هو بس انك تربح يوم زيادة. اثناء ما انت عم تحارب يمرق معك معارك ما فيك تربحها، مرة بتوقف ومرات بتنسحب، بس لازم تكون جاهز. يمكن ما عاد في وقت للتأجيل، ولما بتقدر حب حالك كتير. دورك هلأ انك تاخد اصعب قرار، دورك انك تختار الاحتمال الاسوأ. كنت بعرف يا ايزيل، بس تبلش لعبة في حدا رح يتوجع. اذا سمعوا صوتك مرة الافاعي رح تمد روسها، وطالما انت ماشي بهالطريق احبابك رح يضلوا وحدهم. لازم تسأل حالك يا إيزيل، شو أسوأ شيء؟ شو أكتر شيء بخوفك؟ من الأول بعرف الجواب، وهي معنات الحرب، إنه تصير المخاوف حقيقة. إذا حسيت إنه حربك مشان اللي بتحبهم ما بتكفي، فبتحاول تقتل هالحب مشان تنقذهم. بجوز تقول هذا أسوأ سيناريو لتنقذهم، بس في الأسوأ، صدقني انك تخونهم.